المزيد نناقشه مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك دكتور، وفي البداية كيف ترى جهود الدولة لدعم المزارعين ودعم مدخلات الزراعة من أسمدة وتقاوي؟ أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المشاهدين. زي ما حضرتك تفضلت، الدولة بتتوسع في تقديم كل السبل الخاصة بدعم الفلاح المصري وتطوير منظومة الزراعة. الكلام ده بيتأتى من خلال المشروعات القومية اللي هي ذات الصلة بالقطاع الزراعي، اللي ليها صلة بمدخلات الإنتاج، يعني كل ما هو له صلة بمدخلات الإنتاج الزراعي التي يتعامل معها الفلاح المصري، الدولة بتبقى حريصة كل الحرص إن هي توفرها للمزارعين. من ضمن هذه المشروعات اللي الدولة بتقدمها، لو احنا خدنا أول حاجة اللي هي نواة الزراعة. نواة الزراعة دي اللي هي التقاوي، اللي هي متمثلة في البذور وفي الشتلات. احنا عندنا المشروع الكبير اللي هو قومي لإنتاج التقاوي، زي ما على سبيل المثال شفنا ما يحدث الآن في إنتاج التقاوي الخاصة بإنتاج القمح. كان في الماضي المزارعين بينتجوا التقاوي من ناتج زراعتهم في الحقول، يعني إنتاج ذاتي، وده كان بينعكس على ان كميه المحصول اللي بينتجه بعض اهالينا المزارعين بيبقى منخفض. ولذلك الدوله كانت حريصه من خلال الجهات المختصه زي الاداره المركزيه لانتاج التقاوي والاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقليه التابع لوزاره الزراعه مركز البحوث، ان هم بينتجوا حاجه اسمها تقاوي الاساس، وبعد كده بينتجوا حاجه اسمها التقاوي المعتمده. هذه التقاوي المعتمدة بتمتاز بالمحصول الوفير والجودة العالية، وكمان بيعملوا حاجة اسمها الخريطة الصنفية. يعني ايه الخريطة الصنفية؟ يعني يتم زراعته في شمال الدلتا غير وسط الدلتا غير وجه قبلي غير وجه بحري، يعني بتبقى أصناف نباتية أو تقاوي نباتية تتأقلم مع الظروف الجوية المصرية في المناطق المختلفة، وفي نفس الوقت تمتاز ب الإنتاجية العالية. النهاردة عندنا تقاوي قمح بيصل إنتاجيتها لفوق 21 أرداب للفتان. فإحنا بنقول لأهالينا بالمناسبة، يعني يبقوا حريصين كل الحرص لما تيجي تشتري تقاوي أو لما تيجي تتعامل مع التقاوي، اشتري من المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، سواء في قطاع الإنتاج أو سواء من خلال الإرشاد أو من خلال الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة أو من خلال المنافذ التابعة لقطاع التقاوي بمركز البحوث الزراعي. هناك ايضا توجه من الدوله نحو صناعه الاسمده. نعم. تحقيق سعر جيد لخدمه الزراعه، هذا شيء هام للغايه ايضا دكتور. الحقيقه حضرتك يا استاذ شادي، حضرتك تناولت نقطه مهمه جدا اللي هي الاسمده، لان مصر احنا شفنا في الاونه الاخيره القفزات التي حصلت عليها مصر في صناعه الاسمده. مصر اصبح هناك قاعده عريضه فيها من انتاج الاسمده. شفنا المشروعات اللي حصلت من افتتاح مشروع تطوير كيما أسوان حضرتك. النهاردة كيما أسوان ده بينتج سنويا ما يقترب من 396 ألف طن أمونيا و350 ألف طن يوريا و240 ألف طن نترات نشادر، وهذا المشروع الكبير كان هيقفل قبل كده. إعادة ضخ استثمارات فيه بلغت 12 مليار جنيه، وتطويره إن هو ينتج أسمدة أزوتية واسمده النترات واليوريا والامونيا دي بتساعدني جدا انها تدي اريحيه. عندي بعد كده مشروع بيتعمل دلوقتي كبير قوي اتعمل، اللي هو مجمع صناعه الاسمده في الادبيه في منطقه السويس. مجمع صناعه الاسمده في الادبيه اللي هو في السويس افتتحه سياده الرئيس. ده فيه اربع قطاعات، قطاع بينتج اسمده ازوتيه، وقطاع بينتج حامض الكبريتيك اللي بيخش بعد كده في تصنيع الاسمده الفسفوريه، والقطاع الثاني ده بينتج تقريبا ما يقترب من 800 الف طن لانتاج حمض الفسفوريك واستماد اللي بيقولوا عليه تريبل سوبر فوسفيت او المونو امونيوم فوسفيت، وحاجه اسمها الداي امونيوم فوسفيت اللي هي اسماد فوسفات الامونيوم وفوسفات ثنائي الامونيوم. ودي كلها اسمده. احنا كنا الاول مصر كان عندها مناجم فوسفات، جزء كان بيصنع في بعض المصانع والجزء الاخر كان بيصدر فوسفات خام. فاصبحت مصر حريصه انها تضع قيمه مضافه على هذا الفوسفات الخام لننتج منه حمض الفوسفوريك بدل ما نستورده من الخارج، وننتج اللي هو السماد ثنائي الفوسفات الامونيوم
واحادي فوسفات الامونيوم، وده اتعمل على اكبر مستوى عالي جدا في مجمع الادبيه بالسوق. طبق هذا الكلام حضرتك، المصنع عندنا مجمع مصانع زي شركه ابو قير، وجاري فيها مشروع تطوير حالي لانتاج نترات الامونيوم بطاقه تقترب من 200,000 طن، وحاجه اسمها كالسيوم امونيوم نيتريت بطاقه 330,000 طن، علاوه على الاسمده المركبه، وعلاوه على المنطقه الحره اللي عندنا فيها شركه موبوكو اللي بتساهم فيها الدوله ايضا، بطاقه بتنتج بطاقه اجماليه حوالي 1.3 مليون طن يوريا، وفي نفس الوقت بتنتج الشركه المصريه لانتاج الاسمده، وده استثمار محلي. وبعد كده عندنا شركه الدلتا الاسمده اللي هي قايده دراسه وتطويرها دلوقتي هي وشركه النصر بالسويد. المقصود من هذا الكلام ان مصر الان اصبحت فيها قاعده عريضه للاهتمام بانتاج الاسمده. مصر بتنتج سنويا ما يقترب من 23 مليون طن متنوعه من الاسمده، منهم حضرتك ما يقترب من 22.5 مليون طن سماد ازوتي 15.5%، بتمثل 8% من الانتاج العالمي. مصر بتدي الاسمده دي على الرغم من الكلفه العاليه اللي خاصه بانتاج الغاز، الا ان مصر بتوفر لاهالينا المزارعين النهارده السماد الطن بتاعه بيقترب لطن اليوريا من 3400 جنيه، وهو اصلا سعره في السوق الحر او في التصدير بيقترب من 15,000 جنيه. هذا الدعم المتمثل في صوره السماد، لان السماد هو الغذاء بتاع النبات. ومن هنا كانت الدوله حريصه جدا ان هي توفر وطلع بها قرار دوله رئيس الوزراء بان 55% من انتاج هذه المصانع اللي موجوده اللي هي الثمان مصانع اللي موجودين في مصر يوجه لاهالينا المزارعين، وبنصدر منه 45%. واصبحت مصر هب. يعني ايه هب؟ يعني ملتقى، ذلك ملتقى ومركز لتصنيع الاسمده لما لديها من خبره فنيه وتوافر الغاز الطبيعي. يعني الابار اللي تم افتتاحها من الغاز الطبيعي حضرتك، احنا شفنا ايني وما تم من 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 منه وما تم من وفره للغاز، ادتني اريحيه اني اتوسع في تصنيع الاسمده الازوتيه اللي العالم الان بيعاني من ازمه من هذه الاسمده، لان السماد ده لو قل نبات انتاجه هيقل. فانا عندي ازمه مركبه احنا كلنا عالميا شايفينها، عندي تغيرات، عندي تغيرات مناخيه بتاثر على قله الانتاج، عندي جموح في اسعار الطاقه هتخلي الناس يستخدموا اسمده قليله ويدي انتاج قليل، يبقى كل ده هياثر على الناتج القومي. احنا الحمد لله في مصر كانت مصر سباقه لهذه المصانع وهذه القاعده العريضه، وشفنا مجمع الاسمده اللي افتتحه سياده الرئيس مرحله اولى وثانيه في قوم قشيم في الفيوم، اللي هو بينتج الاسمده الفوسفاتيه الاحاديه والمحببه وانتاج الكبريتيك اللي بيخش برضه في صناعه الاسمده الفوسفاتيه بطاقه انتاجيه بتبلغ سماد سوبر فوسفات 150,000 طن في اليوم في السنه، انا اسف في السنه، وما يقرب من 150,000 طن حمض كبريتيك وفوسفات احادي برضو ما ينتج من 250,000 طن، علاوه على الحمض الفوسفوريك النقي اللي هو كنا بنستورده كده من الهند والصين، فاصبح هذا المجمع بينتج حمض الفوسفوريك وده يوفر لي عمله صعبه، وبرضو انتاج الاسمده المركبه اللي عامله لي النهارده اريحيه مع اهالينا المصريين. فاذا هذا الاهتمام كله الموجه، احنا شفنا برضو بخلاف قصه التقاوي والاسمده، شفنا ما يوجه من عنايه لاهالينا المزارعين وخصوصا الناس اللي هم عندهم صغار المزارعين، ان البنك المصري الزراعي بدا يصدر لهم قروض. هذه القروض قبل الزراعه بيقدم عليها بياخدها بفايده بسيطه جدا كنشاط زراعي لا تتخطى 5%، ودي بتديله اريحيه في الصرف. شفنا ما يهتم برضو بصغار المربيين اللي هم بيربوا الانتاج الحيواني او بينتجوا البان، القروض اللي هي بتتصرف لهم. الحملات اللي بتعملها الوزاره والجهات المختصه من تطعيم مجاني للابقار او للمواشي او للطيور اللي عندهم، كل ده عباره عن دعم من الدوله وتوكيل. صحيح صحيح. والارشاد اللي احنا بنشوفه والدورات اللي بتتعمل تدريبيه لرفع الكفاءه الانتاجيه، وشفنا ما يحدث تحديث البنيه التحتيه. صحيح صحيح يا دكتور. من تبطين ترع وخلافه
اللي طيب. بتسهل الري لاهالينا المزارعين. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور احمد ابو اليزيد الاستاذ بكليه الزراعه جامعه عين شمس.